حياكم الله أيها الإخوة والأخوات كثيرون يريدون الاعتكاف هذه الليلة ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد إذا لا بد من مسجد يكون فيه الاعتكاف وأيضا إذا كان يأتيه يوم الجمعة مثل غد لأنه يا إخواني هذه الليلة هذه ليلة 27 وهي ليلة جمعة والجمعة عظيم يوم عظيم الجمعة يوم عظيم ليلته ونهاره فليلة الجمعة ليلة عظيمة وهذه ليلة سبعة وعشرين وهي ليلة عظيمة صار عندنا ليلة الجمعة وليلة سبعة وعشرين ترى لا تفوت لا تفوت لا تفوت لا تفوت, لا تفوت الآن البعض يريد من المغرب أو يفطر ويذهب إلى المسجد ما يطلع إلا الفجر أو قبيل الفجر للسحور مشروع ممتاز لازم نكون في المسجد ما في اعتكاف خارج المسجد بما أنه راح تجي تأتي الجمعة غدا لازم يكون جامع حتى ما تضطر تطلع لصلاة الجمعة لأن الجمعة تتخلل الاعتكاف فيكون الاعتكاف في مسجد جامع المرأة طبعا ما تعتكف الا اذا كانت طاهرا وبإذن زوجها ما تعتكف بغير إذن زوجها يتنافى مع مقصود الاعتكاف ممارسة الاعمال حتى في بالاجهزة لان بعض الناس طبعا يبيع ويشتري في الاسهم ويبيع ويشتري صفقات ما يجوز في المسجد البيع والشراء حتى بالاجهزة لو قال أدير أعمالي نقول يا أخي يا أخي يتنافى مع مقصود الاعتكاف انك الان تروح تدير أعمال في المسجد اما الشيء الضروري واحد يتصل يدير امور الزوجه الاولاد حتى ما يضيعوا اتصالات لابد منها حتى ما يضيعوا الاولاد يأمن لهم طعاما شيئا يعني في اشياء لابد منها بس ايش مقصود الاعتكاف؟ انه واحد يتفرغ لعباده الله صلوات الفرائض وانت مبكر لها اصلا يلا انت الان تنتظر لو إعتكف وراح إلى غد مثلا معناها هذا بكر لصلاة الجمعة ولا ما بكر 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 التبكير كله لأنه هو أصلا في المسجد مبكر على صلاة الجمعة يعني اللي يعتكف الليلة وغدا معناها أجر بدنه من راح في الساعة الأولى هذا رايح أصلا قبل الساعة الأولى وانتظار الصلاه بعد الصلاه رباط، هذا مرابط اصلا. والتراويح والنوافل غير الفرائض. وتلاوه قرآن وذكر ودعاء ومحاسبه وتفكر. فرصة. حاسب نفسك على العام كله. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من السابقين.